شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. مش هوصيكي على كريم. لا توصيني ايه؟ ده انت توصيه هو عليا. انا بكبر. ما تقوليش كده. ده انت زي القمر. في ايه يا دكتوره؟ انا ست واقعيه، ما بضحكش على روحي. كريم في عيوني. المهم هو ما يجرحنيش. انت ست، فاهمه انا اقصد ايه؟ فاهمة كويس. ربنا يوفقكم. مالك يا لطيفة؟ في ايه؟ أنا عايزة أبقى لوحدي من فضلك. طب تحبي أعمل لك أي حاجة؟ عايزة أبقى لوحدي. كريم قوم شوف لطيفة مالها. ايه في ايه؟ معرفش، كانت قاعدة كويسة ومبسوطة، بعدين جات لها رسالة على التليفون قلبت كيانها. وقالت لي عايزه اقعد لوحدي. طب بعد اذنك هشوف مالها في ايه. ايه يا حبيبتي؟ الناس مستنيه بره ومأذون زمانه جاي، يلا. اطلع مشي الناس باور. ايه؟ سمعتني؟ ولا اطلع امشيهم انا؟ ايه اللي حصل بس؟ بقول لك اطلع مشي الناس، اعمل اللي بقول لك عليه. حاضر. ايه اللي حصل؟ تعبت شويه وقالت محتاجه تستريح. طب خليني اخش اكشف عليها انا ورامي. او نوديها المستشفى. معلش، هي قالت انها هتنام وتصحى تبقى كويسه. طب كريم خليني اخش اتكلم معاها. انا مقدر خوفك عليها يا دكتور، بس هي تلاقيها نامت خلاص. طيب براحتك، بعد اذنك. معلش. مش هنام الا ما تطمني. لو عاوزت حاجه كلمني. ها وعدين معادي، ما قالكش غيرت رايها ليه؟ مين قال غيرته؟ جايز تعبت فعلا. طب ولما هي تعبت عندها 2 دكاتره، انت ورامي ما كشفتوش ليه عشان تعرفوا عندها ايه؟ ما اعرفش يا ليلى، وبعدين انا اصلا كنت رايح قرفان ومش طايق نفسي، الحمد لله ان هي جت منها. اه، غيرت بقى رايها ولا لغت خالص؟ فيها ليلى؟ اللي حصل قلتهولك. وبعدين بالك مهتمه بالموضوع قوي كده ليه؟ عشانك طبعا يا حبيبي، وانا عندي اغلى منك. وبعدين الولد الجربوع ده لو كان دخل المستشفى هيهدد سيطرتك ونفوذك على المستشفى. وفوزك انت كمان. ماشي، ما قلناش حاجة. هو انا ايه وانت ايه؟ مش احنا الاثنين واحد؟ مع اني زعلانة منك. انت متغير معايا الايام دي خالص. وبتعاملني وحش، وانت عارف ان انت اغلى حاجة في حياتي. بس لازم تفهم ان انا عمري ما هسيبك تروح من ايدي. انا اسمي ليلى، مش جميلة. تعرف ترافق عليا يا حبيبي؟ ده انا اللي عملت منك بني ادم. كنت بتبيع تيشرتات للمقاطيع بتوعك عشان تكسب 20 جنيه. دلوقتي لابس بدلة ارماني. لازم تسمعيني يا حبيبتي. أنا غلطت وضعفت بس لازم تسامحيني. وأنا مين اللي هيسامحني على اللي عملته في نفسي؟ في شكلي؟ في حياتي ومصالحي اللي حطيتها بين إيديك؟ ده أنا استحملت كلام سافل من ناس سافلة عشان حبيتك. أنا عارف إن أنا غلطت يا لطيف، لكن دي أول وآخر غلطة. لو سمحت مشي دلوقتي. طب ما أنا هستناكي بره لو عاوزتي أي حاجة. لا ما تباتش هنا، أنا عايزاك تمشي. ما اقدرش اسيبك يا لطيفه وانت في حاله زي. لو سمحت انا عايزه ابقى لوحدي. امشي بقى. حاضر. طب ما خدتيش بالك الرسائل دي كان فيها ايه؟ ما لحقتش، بس هي شافت الرساله من هنا وزي ما يكون حد ضربها بسكينه. مية مية الموضوع ليه علاقة بكريم وصور ورسائل عشان توقع بينهم. تفتكري؟
بس ممكن مين يعمل كده؟ لا، اللي يعملوا كده كتير، واولهم هشام، وطبعا ليلى، وجايز عبد الله، وكمان كريم هيبقى عامل زي اللقمه في الزور. عندك حق. طب ما تكلمي كريم كده تساليه. هكلمه. الو، ايوه جن، بقيت فين؟ اوكي مستنياك، باي. كريم؟ كريم، مالك فيه؟ هو انت مش مفروض بتتجوز دلوقتي؟ واضح ان انت كمان عندك ليله النهارده. مستنيه حد ولا ايه؟ مستنيه مين؟ مالكش دعوه. هو ده الرد يا نوران؟ اللي تشوفه يا كريم. مين اللي جايلك؟ صديق فرنساوي. وايه نوع الصداقه دي؟ يعني واصله لحد فين؟ ما اسمحلكش ومالكش دعوه. طب عموما الفيديو بتاع ليلى خلاص بعتته لطيفه، فبيقولي بقى لصديقك الفرنساوي عشان لما يشوفه ما يتفاجئش، ولا هو ما تفرقش معاه؟ مساء الخير. مساء النور. اهلا جان. كريم، جان. انا ماشي. اتفضل اتفضل، ما تكسفش. وحشتك. اتاخرت ليه؟ عامله لك عشاء حلوه قوي قوي. كنت عارفة انك جاي، هي طردتك؟ طب تعال. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك دي شقة الأستاذ كريم مخلوف؟ أيوه. أنت مين؟ إيه الشنط دي يا ابني؟ مؤاخذة يا فندم، أنا مش عارف، إحنا شركة توصيل وأنا حضرتك مجرد موظف ومعايا العنوان ده. حضرتك بس استاذ كريم لازم يوقع هنا بالاستلام، هو موجود دلوقتي حضرتك؟ فين؟ هنا يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. في ايه يا حبيبي؟ مفيش بقى، خلاص يا متأكدة من شخصية الراجل ده؟ أيوه يا دكتور، حضرتك ممكن تخش على جوجل وتتأكد بنفسك. بس رجعي دلوقتي المستشفى من غير ما حد ياخد باله، وأنا هبلغك بكل اللي هيحصل. تمام، عن إذن حضرتك. اتفضلي. هتعمل إيه يا ريس؟ بفكر أديله قلم يعلم على وشه. بس خد بالك منه. اتنفخ على الآخر. قال إيه؟ عزمني على العشاء على شرف وزير الصحة. ده جريء قوي. اتغار وغروره هيوديه في داهيه، بس انا اللي هاهده. الحفله دي مهمه جدا، فيها وزراء ورجال اعمال ومستثمرين، عايزين كل حاجه تتعمل بهدوء وبشياكة. تمام يا فندم. عايزك تركزي مع مرات الوزير. هتوصيني؟ طبعا لازم اوصيكي، لان الموضوع مش ليله وهيعدي. يعني عايزك تصاحبيها وتروحوا مع بعض تعملوا شوبينج، تغدوا في النادي كده يعني. كل اللي بتحلم بيه وبتتخيله هعمل اكتر منه بكتير،
دي لعبتي يا اتش. انا متربيه في بيت سفير، عارف يعني ايه جو الحفلات والحاجات دي، مش غريبه عليا. والكونكشنز مع ناس نظيفه لعبتنا. احنا ان شاء الله لو مدينا عادي التامين الصحي ده هنتنقل ليله تانية. اهم حاجه ما تتقلش في الشرب عشان العمليه بتاعت الشيخ، لازم يخرج مبسوط. طبعا ده لو كمان خرج مبسوط هنتنقل نقله تانية كمان. على الله يكمل. تقولي ايه؟ اهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. مساء الخير. اهلا. ازيك يا كريم؟ ازيك يا زكي؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك يا رامي؟ امال فين دكتور اعتماد؟ كانت تعبانه شويه فقالت لو بقت كويسه هتحصل. لا ان شاء الله، الف سلامه عليها. طب وعبله؟ لا، عبله النهارده هي المسؤوله عن كل حاجه في المستشفى، فلازم تفضل هناك. طب كويس. طب اتفضلوا اتفضلوا معايا يا زلمه. لطيفة، ممكن أتكلم معاكي؟ أنا عارف إن أنا غلطت، بس إحنا اللي بينا كتير أوي، اللي بينا كبير أوي، ممكن تديني فرصة تانية؟ نوران ممكن اتكلم معاكي؟ في ايه كده؟ وياريت ما تقوليش الحب والكلام اللي بيننا. في ايه؟ لا طبعا دي حياتك براحتك. امال في ايه؟ انا بس عايز افهم ازاي بعد كل اللي عملته ليلى ده بتتكلمي معاها عادي كده؟ هي الدنيا كده، اديتها قلم ردتهولي مصلحه، يعني المسامحه كده ببساطه كده. بلاش انت تتكلم عن المبادئ، روح شوف طنط لطيفه. عشان تعرف ان انت مالكش غير يا كيكي، شفت بقى؟ اللي ملوش خير في ليلى ملوش خير في حد. بسم الله ما شاء الله يا دكتور، المستشفى بقت رقم واحد. مش رقم واحد قوي يا دكتور، احنا بنتمنى نكون من العشرة الأوائل بس. تواضع قوي يا دكتور هشام. ربنا يخليك يا فندم. ما بتفكرش تطرحها في البورصة؟ يا تهدى بقى وتروق كده، يا اما تاخد بعضك وتروح. مش شايف شويه كلاب؟ اديك قلتها بعظمة لسانك، كلاب. مستني ايه من شويه كلاب؟ ست الوزير جه. معالي الوزير حبيبي، اهلا بيك يا فندم، شرفتنا والله العظيم. شرف ليا يا حبيبي، شرف ليا. ليلى مراتي، اهلا وسهلا. مساء الخير يا هانم. لطيفه هانم طبعا. نورتي معالي الوزير، شرفتنا. شرف لينا، شرفتنا يا فندم وجودك، يعني شرف كبير لينا والله. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل. في ناس بيقولوا جايين يعملوا سينا لثلاجات بنك الدم دلوقتي. هم اللي بيقولوا. طب خليهم يدخلوا. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور، خير. احنا مندوبين شركه صيانه. هو في حد يعمل صيانه دلوقتي؟ اسفين جدا يا فندم، حضرتك غصب عننا المستشفى بنهار زحمه وما بنعرفش نشتغل. انا معايا اذن مختوم من حضرتك من شركه صيانه. طب اتفضلوا روحوا وانا جايه وراكم. شكرا يا فندم. روح معاهم بنك الدم وانا جاي. بالرغم من التناقص اللي بينكم، بس برافو،
ما زال الصداقة اللي بينكم قوية. يا فندم رغم التنافس اللي بيني ودكتور غنيم لكن هيفضل هو أستاذي والمعلم بتاعي. معالي الوزير، هشام تلميذي وعزمني، بقول ما يجيلوش سعادتك. هو ده المعلم القائد. مدام جميلة، ازيك مدام ميرفت؟ تعالي اعرفك على اصحاب الحفلة، الدكتور هشام. انا مين؟ مدام ليلى حرم. مدام جميلة صاحبة احلى واشيك معهد باليه في مصر، كل المعادي بيروحوا لها، انا عن نفسي بودي لها بنتي. طبعا يا فندم، اشهر من نار العالم. جاي من شغل. اللي هو ايه؟ انا شغاله في البار ده. بار؟ معاكي بطاقه؟ لا يا باشا، بطاقتي في البيت. تشرب حاجه يا بنت ولا شكلك اداء؟ هتقع على اسم نكشف عليها. انا ما عملتش حاجه. ايه ده؟ بقيتي كويسة؟ الحمد لله. السلام. السلام. فايتك مهرجانات يعني. جميلة. على فكرة ميرفت هانم فنانة على مستوى عالي جدا. بتقدر وبتفهم في الفن الجميل. ما تبالغيش قوي كده يا جميلة. شكل حضرتك بتحب الرقص قوي. بصراحة أنا ابتديت أحبه لما قابلت جميلة. الو، مين معايا؟ انا تهاني، ده رقم مين فعلا؟ طب انا جايلك حاجه. يلا خلاص انا جاي، ما تقلقيش بقى. يلا سلام. ايه يا ابني؟ ايه في ايه؟ مفيش حاجه. بص انا همشي من غير ما حد ياخد باله. الو، في حاجه اصلا؟ مفيش حاجه، هقول لك بعدين. طب اجي معاك. تعرف ايه اللي عاجبني عندك يا هشام؟ يا دكتور السيستم، المراقبه والسيطره، كل حاجه عندك مظبوطه يا اخي. ايه عندك شغلطه؟ بنظام قر بقى ولا يا دكتور؟ كبيرك على كده؟ انت دكتور وابن ناس وبتشتغل في مكان محترم. من غير ما اقول اسباب، لو دي الطريقه الوحيده عشان انقذها انا ما عنديش مشكله. طبعا انت حر، بس نصيحه، خد وقتك وفكر واستشير حد من العيله. حضرتك ممكن توقع على اقرار الافراج ده علشان خاطر يتم الموضوع؟ طبعا انا كده عملت اللي عليا، ويمكن اكون غلطان، وربنا يجعلك سبب. يعني ايه يمشي فجاه كده بعد ما يجيله تليفون؟ انا قلت له حتى اجي معاك قال لي لا. هيكون جاله منين يعني؟ يعني ممكن عبلة ولا حاجة. يا سلام، يعني هي علاقتهم هادلة قوي. ايوه يا عبلة، انت كلمتي رامي من شوية؟
لا هو مش معاكم في الحفله. لا كان موجود وجاله تليفون نزل. لا مش انا، انا لا كلمته ولا هو كلمني. يا ترى مين بقى اللي كلمه ونزله بسرعه كده؟ وانا اعرف اما بعرف بقول لك. صحيح، في ناس جم عشان صيانه بنك الدم. صيانه ايه في نص الليل كده؟ مش عارفه بصراحه، انا استغربت. وبعدين كلمتك وما ردتيش، وكلمت كمان ليلى ما ردتش. طب روحي بصي على بنك الدم وتعالي طمنيني. ماشي حاضر. حضرتك ممكن ترقص معايا؟ انا؟ شيء يشرفني بعد اذن دكتور هشام. لا طبعا، اتفضل يا فندم. بعد اذنك يا فندم. محدش يصور يا دكتور. حاضر يا فندم. يا بختك يا اتش. اكيد طبعا. مراتك هتموت من الغاز. سيبك تمام. يا سلام، انت بقيت جامد قوي. طول عمري. بقول لك انا كنت بعترك مع دكتور على التمارين تقول حاجه لبابا توصل لك. موضوع عشان نرجع لبعض يعني. اديك خفت. انا خفت ولا حاجه. رايك ايه طيب؟ سيبني فوق. استاذ رامي، قول يا سيده تهاني. يا سيده تهاني، زوجيني. زوجيني. نفسك. نفسك. بنفسك. بنفسك. على كتاب الله. على كتاب الله. وعلى سنه رسول الله. وعلى سنه رسول الله. الحقيني يا دنت بسرعه. معالي الوزير اتفضل، البوفيه جاهز. يا نهار اسود، انت مخك راح فين؟ ازاي تسمح المخربين يعملوا كده؟ ما انا كلمتك. وتكلميني ليه؟ ما تشغلي مخك. في صيانه في نص الليل؟ انت عارفه يعني ايه الدم ده كله يفسد؟ يعني عمليات بكره تتلغي او تتاجل، والعمليات بتاعت الايام الجايه كمان، او تروح لمستشفى الزفت الدكتور غنيم. ما هو اصل ايه وزفت ايه؟ ده بكره هيبقى يوم مش فايت. طب اللي كلم رامي ممكن يتصرف هو. تعبيش نفسك. انا هعيش تحت رجليك. بلاش الكلام ده بقى. انت دلوقتي مراتي. يعني زيك زيي بالظبط. كل اللي فات لازم ننساه. ماشي؟ هو انت مش طلقتها؟ دي ست مش محترمه، ايه اللي جايبه هنا ومرميه في حضنك بترقص؟ مش هوطي صوتي. مش هوطي وانت خايف من الفضايح قوي؟ كنت احترمت نفسك قدام الوزير اللي انت عازمه. يا دكتوره اعتماد، انا اسفه لو ازعجتك. يا نهار اسود، في ايه؟ والعمليه بتاعت بكره؟ عندنا مشكله في بنك الدم، وحضرتك مش هينفع تعمل معانا العمليه النهارده. كيف هذا؟
عندي شغل وجدول مواعيد وكل شيء محسوب بالثانية. عموما كل تحاليل حضرتك جاهزة وقدامنا مستشفى هايلة، مستشفى الدكتور غنيم، وهو أستاذ دكتور هشام هو اللي معلمه، بس أنا ما قلتلكش حاجة. سوولي إجراءات خروج حالا. اللي حصل ده جريمة وكارثة، والمسؤول عنها حضرتك يا مدام ليلى وحضرتك يا دكتور اعتماد. أنا مالي أنا؟ يعني إيه مالك؟ هو مين المسؤول عن الصيانة والشركة اللي بتتعامل معاها؟ مش حضرتك؟ لا طبعا مش أنا، عبله. أنا هحاسبك أنت. أما عبله هانم بقى فده آخر يوم ليها في المستشفى. تعدي على الحسابات تاخدي فلوسك، ده إذا كان ليكي أصلا. اتفضلي. دكتور ممكن نتكلم؟ عايز إيه يا عبد الله؟ من حقك تعمل أكتر من كده مليون مرة. بس إحنا عندنا عمليات ولازم تشتغل. عايزين نعمل سيرش على بنوك الدم نشوف هنعمل ايه يعني، نشتري بسعر اغلى مثلا. اتفضل اعمل كده فورا. دكتور اعتماد تعملي لي تحقيق تشوفي الناس دي دخلت هنا ازاي من غير اي رقابه، ده مش بعيد يكونوا كانوا هنا في المستشفى. انا قلقانه قوي عليه. ما تقلقيش، أنا مقدرة الضغط العصبي اللي هو فيه. كويس إنك مقدرة، بس أنا عارفة رامي كويس. هو ممكن يهمل فيا في بيته، لكن في شغله استحالة. هو ده اللي مخوفني أكتر. طب أكلم كريم؟ من إمتى كريم بيعرف حاجة عن حد؟ طنط. نعم. ممكن اعرف انت جايبه الهدوء ده منين؟ اصل اللي انا اعرفه ان اكتر واحده بتقلق على رامي هي امه، يعني حضرتك. انت عارفه رامي فين ومش عايزه تقوليلي. على فكره بقى انا مفيش اي حاجه هتصدمني، بس على الاقل تريحيني من القلق اللي انا فيه. كويس قوي انك بقيتي تقلقي عليه. ده من امتى؟ بصي بقى يا عبله، أنا أقلق على ابني من اللي مرمطه بكرامته الأرض وخلوه ماشي يكلم نفسه، لكن لما يحب يفك عن روحه عشان يحس إنه راجل وسيد الرجالة ما أقلقش عليه. ممكن تتكلم معايا زي الناس العاقلين؟ ممكن نتكلم. ممكن تقولي بقى انت ليه متغير معايا وبتعاملني بالطريقة دي؟ في ايه؟ عشان ما بقيتيش لاقي اللي انا عرفتها، الطموح لنفسها تغير العالم، بقيتي مهملة ومشاكلك كترت وكبرت. كل ده عشان مشكلة بنك الدم؟ انا ليا ذنب فيها ازاي؟ طبعا اسألي اي حد في العالم هيقولك ان ده من مهامك. لا لازم تفوقي لنفسك. تقدري تقولي مين اللي كان الجو في الحفلة؟ تقصد ايه؟ قصدي انت فاهمها كويس. في النهاية حفلتك وجت هي على الجاهز زي السندريلا وخطفت الأمير. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كان من خير.